انا اللي خبجت على ولدي وهزيته والاخر مسكين مات، هذاك اصلا جبدوه ميت، ولكن ولدي انا كان حي، كان نقولها ولدي كان حي، قلبته وانا قلبته ولدي وكان القلب ديالو كيضرب وديته المركب وما عتقوه ليش، دخلوه الطبيب وما عتقوه ليش، علم الله وما انا شفتو مدخلوه، ولكن علم الله انا كان طالب ولدي مات في الديران مكرفص ومدرسة من بنياش على الصح، مشى ولدي ضحية، جوج أولاد مشاو ضحية، ولدي مشى ضحية، أنا تحرقت وما بقيتش كنحس بالدس ديالي كلها إلا ولدي. وجمعية الآباء ما كيناش، جمعية الآباء ما كيناش، واخا كنخلصوا الجمعيات آباء كيطلبوا منا الفلوس، هادي ما قلتهاش الاول، كيطلبوا منا الفلوس وما كيديروا حتى شي حاجه، واخا الدري كيطيح كيديروا له بيتاتيل وكيديروا له فاسما وكيجي. نطلب المسؤولين يشوفوا هاد الحاله اللي انا فيها ونعز عليهم. امنيه الوحيده ولدي كان عنده العمر ديالو هو التيران، والتيران ملاصق مع المدرسه، المدرسه كنت كيقرا فيها ولدي، وانا بغيت التيران يتبنى بسميت ولدي، وبغيته يتبنى بسميت ولدي انس البوسعداني. الا كنت عندكم عزيزه هذا الطلب الواحد، ما بغيت لا دار لا طوموبيل لا مال حتى شي حاجه، بغيت هذه الامنيه الواحد اللي كيقيل ولدي هز الكره وكيمشي لذاك التيران، بغيته يتبنى ويكون بسميت ولدي وما يكونش بالفلوس، حيت ولدي كان بغى يمشي يلعب، ولكن انا كنت كنقول واخا مثلا ما نعرف اعلم الله. ولدي ما كانش باغي كيقول لك التيران، تبقى كيعيط التيران، تمات في التيران، انا كنت كيمشي لتما كنت كنخاف عليه، كيكونوا تما الجرائم، كيكونوا السيوف، كيكونوا تما الشفاره، كان ولدي انا ملي كيمشي راه العمر ديالي كله كان كيمشي معاه، كنلبس جلابتي وكنمشي نجيبو وكنبقى نضربو ونضربو ونضرب، وكيولي يمشي يهز الكره وكيمشي، كيشمو تما كيسكرو تما كيديرو جميع الحالات كررها. المدرسه التبنى كيطلبوا منا الفلوس، هما حتى شي حاجه ما كيديروا، انا اول اخر ما يكون طلب منا ياش 20 درهم ديال اش 20 درهم باش يدوز فرض الموحد، وما عطيتهالوش، قلت له ولدي ديك 20 درهم ما نعطيكش وعاد يدوز الفرض، هذا اللي بغيت. ولدي مشى شاهد، انا عاد عرفت ولدي مات، ما جعل هادي كنت إيه من البارح وانا ما مصدقاش راسي ولدي مات، حتى الاخر مات وعز عليا، ولكن الكبده ديالي ما بقاتش كنحس بها. بارك عليا. حنا كنطالبوا سيدي بهاد المؤسسات ديالنا، حنا عندنا مؤسسات مشاو لنا فيها جوج ضحايا، جوج ديال الدراري صغار بار مازال في عمر ديالهم 12 سنه، مشاو لنا في المدرسه مبنيه بسوس، صور المدرسه مبني بلا سيناج، يعني مبني بلا حديد، السور باش طالع انا ضغط كي داير داك السور واقف، جات عندنا عاصفه فيها 100 كيلومتر في الساعه طيحت لنا جوج صوار على جوج تلاميذ. انا في عمري 31 سنه قريت في ديك المدرسه الثانيه، كانوا هزونا رحلونا المدرسه واحده اخرى وقالوا لنا ديك المدرسه غتصلح، ما تصلحتش، بقات ديك المدرسه جاو صبغوها باش يغطيو ليها الشقاقي ديالها. دابا هذه 21 سنه باش انا خرجت من المدرسه، باش ساليت انا من المدرسه، ومازال المدرسه كما خليتها كما مازال. دخلنا ليها الصبحيه اللي مات فيها انس، فاش دخلنا ليها لقينا المدرسه ماده بالسقوط، يعني الريب، يعني كيقراو فيها التلاميذ ديالنا وخوتنا وولادنا، وهاد المسؤولين فينا هما؟ بغيت نعرف انا غير المسؤولين فينا هما؟ كنا حنا غير غلم يبين لنا، كنا حيوانات يديروا لنا صور يخليونا مع الحيوانات هما يخليهم بشر، واش واحد مسؤول ولدو كتهزو التوارق ولا كتهزو الرونج من الباب ديال الفيلا ومع اربعه ديال الفيادر حتى هما بالرونج، وواحد مسكين يمشي يربع عليه الصور، شنو زعما شنو وراه غير ثمن داك الفيادر اللي كيكونوا عند هاد المسؤولين، هاد الوزاره وهاد الرئيس الحكومه وهاد السلع الثمانين اللي ساعه ساعه كيبان ليا في الشاشه، واش ما كيشوفش هاد الشيء؟ كيهضروا لنا على الضرائب، الضرائب اجي يصلح ليا المدرسه بعدا اللي غتكون هاد الدري الصغير. عبابي ولدي عيطني جبدو تعطرب وما بغاش يتجبدني على العبيب. على العبيبه يا العبيبه غالتي العبيبه انا ما غاداش نضرب.
وليدي لعبي بجيتي وخليتيني لعبي بجيكو لها يردك ليا. الله ياخذ فيهم العاق، الله ياخذ فيهم العاق. شكوى بهم الله اخويا كيضيعوها في غصبها في ولدها، هي مسكينه غتحماق على ولدها. الله ياخذ فيهم الحق، اربعه الشفاره وشلاهبيه، الله يجعل ربي ياخذ فيهم الحق. هذا النار هذا كيغصبوها مسكينه في ولدهم، لا يغصبوهم تما في ولادهم. فين هو هاد وزاره التعليم، وفين هو هاد الوزير، وفين هي هاد النيابه، وفين هادو اللي مسؤولين كلهم، فين هما؟ شنو كيديروا منين ما يصوبوش هاد الشيء هذا؟ يرزيو الناس في ولادهم، حشومه عليهم. هما بحرا يقريو هما ولادهم في المدارس الغاليه وفي المدارس ديال هذا وفي الخارج وفي هذا، وحنا ولادنا حامدين الله وكنقريوهم غير على قدنا نترزاو فيهم. علاش؟ حرام هاد الشيء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.